السلام عليكم، أنا نايف الراجحي وراح أتكلم عن النيتروجين ميتابوليزم. شكرا للبايوكيمستري تيم مبادرة تعاون، نسقوا المحاضرة هذه. أنصح الجميع أنه يروح لمبادرة تعاون ويذاكر المحاضرات اللي هم نسقوها، لأن عليها شغل جدا كبير، من توحيد المحاضرات، كتابة النوتات، الملاحظات مع الدكتور، شرح لبعض النقاط، سامري ملخص في نهاية المحاضرة، برضو أسئلة وصفحات من الكتاب المرجع إذا استوجب هالشيء. فإن شاء الله محاضرة تعاون راح تكون شاملة لكل شيء. حاب أنوه أن الشرح مو برسمي، والنقاط اللي أنا أركز عليها أو أتركها هذه شيء من وجهة نظري أنا، مو الدكتور يركز عليها. طيب، نيتروجين ميتابوليزم، تذكرون المحاضرة اللي قبل اللي كانت الأمينو أسيد ديجريديشن وسينثيسيس؟ كنا نقول أن البروتين يدخل الجسم ويتكسر إلى أمينو أسيد يوميا بمعدل تقريبا 400 جرام، وبنفس الوقت الأمينو أسيد تتحول أو تتصنع لبروتينات بمعدل 400 جرام، واحتياج الشخص اللي وزنه تقريبا 70 كيلو جرام 500 جرام من البروتين، معنى أنه نحتاج أنه ناكل 100 جرام عشان تدخل الجسم 100 جرام، صح؟ هذا اسمه أمينو أسيد بول. طيب، في حال اني انا اكلت مثلا 150 جرام راح يزيد عندي 50 جرام، صح؟ ال 50 جرام قلنا انه هذه تطلع مع اليورين، صح؟ صح. طيب، كيف تطلع مع اليورين؟ هذا هو درسنا اليوم، انه الزايد كيف طلع مع اليورين. طيب، اكسده الامينو اسيد كنا نحتاج انه نطلع ال ان اتش جروب او الامونيا، مو الامينو اسيد كان يتحول الى الفا كيتو اسيد. ايش الالفا كيتو اسيد؟ كانت بايروفيت، اسيتيل كو اي، اسيتو اسيتيت، ساكسينيل، فيوميريت، اوكزالو اسيتيت، كلهم ذوليك اللي اي شيء يتحول له الامينو اسيد يعتبر الفا كيتو اسيد، وبنفس الوقت الفا كيتو اسيد تتحول لامينو اسيد. طيب، كيف الامينو اسيد تتحول الفا كيتو اسيد؟ بعمليه اسمها الترانس امينيشن. وش الترانس امينيشن؟ ازاله ال ان اتش. طيب، إزالة الـ NH من الأمينو أسيد يخلي الأمينو أسيد قابل للأكسدة. طيب، مصير الـ NH هذه إيش؟ الأمونيا. عرفنا أنه اللي دايم يشيل الأمونيا يقبلها هو الألفا كيتو جلوتيريت، فالألفا كيتو جلوتيريت ياخذ الأمونيا معه مباشرة. ألفا كيتو جلوتيريت زائد NH يعطيني جلوتاميت. يعني ايش؟ يعني الالفا كيتوجلوتاريت زائد الان اتش يعطيني جلوتاميت، معنات الكلام هذا انه الجلوتاميت هو عباره عن الفا كيتوجلوتاريت زائد ان اتش. الكلام هذا كله من الدرس الماضي. مين المركب اللي استقبل الان اتش واخذه؟ مين؟ الالفا كيتوجلوتاريت هذا، عشان كذا نسميه يونيفرسال اكسبتر. طيب، هو تحول لجلوتاميت، ممتاز. الجلوتاميت يروح للليفر. ليش يروح للليفر؟ لأن الأمونيا مادة سامة توكسيك، وعرفنا أنه من وظائف الليفر ديتوكسيفيكيشن، معناته أي مادة سامة لازم تروح للليفر، فالجلوتاميت راح وصل الأمونيا للليفر، صح؟ طيب، نتخيل أنه الحين خلاص هذه الليفر، بكبرها شوي، جاء الجلوتاميت ودخل ال NH، دخل او دخل جوا الليفر هو. طيب، في الليفر في ميتوكوندريا، هذه الميتوكوندريا في الليفر، الجلوتاميت يجي يدخل ال NH اللي معاه جوا الميتوكوندريا ويطلع خلاص. طيب، خليني بوضحها اكثر. جلوتاميت دخل ال NH وطلع، يطلع ايش؟ هو اصلا جلوتاميت لما يروح من ال NH مباشره يرجع للالفا كيتو جلوتاريت، قلناها في البدايه، بس يرجع كذا، لا يرجع في انزيم اسمه جلوتاميت دي هيدروجينيز، يعني ازاله الهيدروجين، معناته لما تروح ال NH تطلع H من الجلوتاميت نفسه عشان يتحول لالفا كيتو جلوتاريت. دايم ازاله هيدروجين او اضافه في يكون في ايجنتس او كو انزيمز مساعدين انزيميين، هنا المساعد ناد او ناد بي،
يعني الناد والناد بي هم اللي يشيلون الهيدروجين من الجلوتاميت عشان عشان يتحول المركب للالفا كيتو جلوتريت. الفا كيتو جلوتريت يرجع تي سي اي سايكل ويكمل طاقه. احنا حديثنا هنا على عن الان اتش او الامونيا. اول ما تدخل الامونيا للميتوكوندريا يرتبط معها السي او 2 والاي تي بي. ليش؟ لان الامونيا ماده سامه ممكن تطلع وترجع للدم وتسوي لي مشاكل بنشوفها في نهايه المحاضره. عشان كذا لازم السي او 2 والاي تي بي يمسكونها عشان ما تتحرك عشان تبقى في مكانها. مجرد ما يدخلون ويمسكونها راح يتحولون المركب اسمه هو كربون وامونيا او امين يصير اسمه كربوميل. كربوميل وفي فوسفات فكربوميل فوسفات. طيب كربوميل فوسفات وش الانزيم اسمه سي بي اس 1 يعني كربوميل فوسفات سينثيز. طيب الجلوتاميت دخل ال ان اتش للميتوكوندريا وطلع خلاص تحول الفا كيتو جلوتريت وراح. اللي حول الفا كيتو جلوتريت الجي دي اتش اللي هو الجلوتاميت دي هيدروجينيز. طيب ال ان اتش دخلت الميتوكوندريا مباشره ارتبط فيها السي او 2 والاي تي بي وكونوا لي مركب اسمه كربوميل فوسفات. الانزيم اللي ساعد في هذا هو السي بي اس 1 اللي هو كربوميل فوسفات سينثيز. طيب موجود جوا الميتوكوندريا بشكل يعني معدل عالي اورينثين، ماده الاورينثين. الاورينثين لما يشوف الكربوميل فوسفات يروح يرتبط فيه فيرتبطون ببعض ويعطوني مركب اسمه سترولين. سترولين تقريبا كذا او ستروتين. طيب الانزيم اسمه اورينثين ترانس كاربوميليز يعني ترانس نقل اورينثين كاربوميليز يعني انه الانزيم اللي نقل الكاربوميل الى الاورينثين. اورينثين ترانس كاربوميليز اعطاني مركب السترولين. السترولين اول ما يتكون يطلع برا للسيتوزول خلاص هذه سيتوزول. طيب نعيد بسرعه. ال NH2 دخلت بواسطه الجلوتاميت ارتبط فيها مباشره السي او 2 والاي تي بي عشان ما تتحرك. من جاء من ارتباطهم تحولوا الى كربوميل فوسفات بالانزيم السي بي اس 1. الكربوميل فوسفات تفاعل مع الاورينثين الموجود اصلا في الميتوكوندريا واعطاني السترولين بواسطه الاورينثين ترانس كربوميليز. طيب معناته عندنا هنا الانزيم الاول هنا الانزيم الثاني. السترولين اول ما تكون طلع برا السيتوزول خلاص سترولين. طيب طلع للسيتوزول. في السيتوزول اوف ذا ليفر في اسبرتات كثير، في اسبرتات كثير. واحنا نعرف انه اوكزالو اسيتات اللي كان الفا كيتو اسيد زائد ان اتش يعطيني اسبرتات صح؟ طيب فالاسبرتات يجي يتفاعل مع السيرتولين. لما شاف السيترولين تفاعل مع الاسبرتات واعطاني مركب اسمه ارجينينو سكسي ارجينينو سكسي نين او شيء لا سكسيتيت اي ارجينينو سكسيت سكسيت اي ارجينينو سكسيت. طيب وش اسم الانزيم؟ ارجينينو سكسيت سينثيز كلها لوجيك سينثيز ترانس كاربوميليز سينثيز كلها. طيب يعني لان اتش دخلت بواسطه الجلوتاميت لان اتش دخلت بواسطه الجلوتاميت على طول ارتبطوا فيها السي او 2 والاي تي بي تحولوا الى كربوميل فوسفات بواسطه السي بي اس 1 كربوميل فوسفات سينثيز 1 تحولوا. في اورينثين موجود في الميتوكوندريا تفاعل مع الكربوميل فوسفات اعطاني السترولين بواسطه الانزيم اورينثين ترانس كربوميليز. اعطاني السترولين طلعت برا الميتوكوندريا راحت للسيتوزول اوف ذا ليفر. التفاعل هذا كله قاعد يصير في الليفر. السترولين تفاعلت مع الاسبرتات الموجود بشكل موجود بمعدل كبير في السيتوزول اوف ذا ليفر اعطاني الارجينينو سكسيت بواسطة الإنزيم أرجينينو سكسيت سينثيز. هذا الإنزيم الثالث. إنزيم الثالث. طيب هذا الإنزيم الأول وهذا الثاني هذا الثالث. طيب الأرجينينو سكسيت
راح يتحول إلى أرجينين بواسطة الإنزيم أرجينينو سكسيت لاياز. إيش معنى لاياز؟ يعني قاطع أو شيء أو فاصل. فهو فصل الأرجينينو سكسيت عن بعضهم، أعطاني أرجينين وفيوماريت. طيب طيب اساسا الارجينينو سكسيت هو عباره عن اسبرتيت وسترولين، ممكن لو جاي انزيم ثاني رجعهم لاصلهم، لكن هنا جاء انزيم مختلف، فهو على حسب الانزيم يطلع من المركب اكثر من مركب. يعني مو لازم انه الارجينينو سكسيت يعطيني اسبرتيت وسترولين، ممكن اعطاني هنا ارجينين وفيوميريت، ممكن يعطيني مركبات ثالثه على حسب الانزيم. عشان كذا دائما اقول الانزيمات هي اهم شيء في التفاعل. إنزيم هذا جاء الأرجينينو سكسينيت لاياز أعطاني أرجينين وفيوماريت، فيوماريت خلاص راح الـ TCA سايكل. طيب بينما الأرجينين هو اللي يكمل، الأرجينين يجي عليه الأرجينيز. إيش الخط؟ أرجينيز يخليه أورينثين ويوريا. خلاص هذا الهدف، يوريا طلعت تروح الكدني وتطلع برا، الأورينثين يرجع هنا الميتوكوندريا. هذه اسمها اليوريا سايكل. سايكل يعني مجموعة كبيرة من التفاعلات مثل ما شفناها. طيب نقول العملية باختصار من جديد. الألفا كيتو جلوتاريت أخذ الـ NH وتحول إلى جلوتاميت. الجلوتاميت راحت للليفر، أول ما جاء جلوتاميت للليفر دخل الـ NH جوا الميتوكوندريا وطلع، طلع تحول ألفا كيتو جلوتاريت بالإنزيم جلوتاميت دي هيدروجينيز. الكو إنزيمز ناد ونات بي. الـ NH أول ما دخل الميتوكوندريا مباشرة ارتبط في CO2 والـ ATP، كونوا لي مركب اسمه كاربوميل فوسفيت بالإنزيم SCPS1، كاربوميل فوسفيت سينثيز 1. الكاربوميل أول ما تكون يجي يرتبط فيه الأورينثين الموجود بكثرة في الميتوكوندريا of the liver، تحولوا إلى سترولين بالإنزيم أورينثين ترانس كاربوميليز. السترولين أول ما تحول طلع برا للسيتوزول، السيتوزول فيه أسبرتيت كثير، جاء الأسبرتيت شاف السترولين وتفاعل معه ارتبط فيه أعطاني أرجينو سكسيت. أرجينو سكسيت هو تكون من الإنزيم أرجينو سكسيت سينثيز اللي هو الإنزيم الثالث. الأرجينو سكسيت جاء عليه الأرجينو سكسيت لاياز، فصلوا لي الأرجينين فيوميريت. طيب هذا الإنزيم الثالث الرابع عفوا. طيب الأرجينين بالأرجينيز الإنزيم الخامس تحول إلى أورينثين، أورينثين رجعت للميتوكوندريا ويوريا. إن شاء الله تكون واضحة وبتوضح أكثر الحين في الشرح. في أشياء ثانية، تفاعلات ثانية، استثناءات إيه بنشوفها في الدرس، سهلة جدا. طيب بسم الله. أوكي نيتروجين ميتابوليزم اللي هو البالانس، يقول لك إنه أكثر سورس للنيتروجين هو عن طريق الدايت، 95% من النيتروجين موجود في البروتين. الأمينو أسيدز are used for protein synthesis and nitrogen containing compounds، إنتاجها برضو. طيب أوكي الأمينو أسيد في الديجريديشن تطلع لي نيتروجين، النيتروجين في اليوريا موجود بنسبة 80% و 20% موجود في الأمونيا، يوريك أسيد، كرياتين أو كرياتينين في اليورين وغيره. طيب هنا قلت لكم الأربعمية، هنا الأربعمية، وهنا المية اللي ناكلها، وهنا المية اللي نستخدمها، وإذا زادت تطلع يورين. طيب أوكي كمية البروتين قلت لكم الشخص اللي 70 كيلوغرام يحتاج إنه يأكل 100 جرام بروتين per day. طيب عشان يكون النيتروجين متوازن، balance of nitrogen is المهم the body makes 400 جرام. طيب واحتياجي 500 جرام، معناته لازم أكل 100 جرام constant. المهم البوزيتيف نيتروجين بالانس هو اللي ياكل اكثر من احتياجه فيعتبر بوزيتيف نيتروجين بالانس. طيب والنيجاتيف وان، ثلاث حالات في الستريس لما يكون تكسير
اكثر من الاكل، طيب، او decrease intake انه قليل اكله اصلا البروتين، او انه قله الاسنشال امينو اسيد اللي ياكله اوكي بروتين بس ما في اسنشال امينو اسيد. هذه الثلاث حالات للنيجاتيف. نيجاتيف نيتروجين بالانس از اسوشيتد وذ حروق، سيريس تيشو انجريز وغيره، فيفر. طيب الامينو اسيد بول يقول لك انه الامينو اسيد ما تخزن في الجسم زي الترايجليسرول والكاربس والفات وكذا، نستخدمها مباشره نتخلص منها، اول ما نستخدمها نستهلكها. اوكي امينو اسيد ار يوزد فور بروتين ان كومبونس انرجي انكريز بروتين بريك داون ويل ايفنتشوالي كومبرومايز نورمال بروتين فانكشن. كله كله كلام عام ترى قديم. Proteins turn over. Proteins are synthesized and degraded constantly. The turnover هو معدل الهدم وهو متغير. طبعا ليش؟ ممكن يكون دقائق، ممكن يكون weeks، ممكن يكون months، ممكن يكون أكثر برضه على حسب. ولكن كمية التكسير والبناء ثابتة. بس الريت المعدل السرعة على الوقت تقريبا variable متغير. وبرضه degradation regulated مثل ما قلت لكم. ممتاز. ومن الأشياء اللي تأثر على degradation rate الهرمونز والnutritional state. طيب وظائف الأمينو أسيد تتأكسد تعطيني glycogenic أو ketogenic مثل ما قلنا قبل، أو إنه biosynthesis of nitrogen containing metabolites. شلون يعني؟ يعني وهي تنتج للهيم تنتج لي blood cells، تنتج لي كل ذولي. أهم شيء ركزوا على هذه النيوكليوتايدز اللي يعطيني الدي ان اي، لأنه هذه المحاضرة الجاية إن شاء الله. طيب مصير البروتين اللي ناكل اللي ناكله، واحد كيتو أسيد، اثنين في اليوريا، ثلاثة يدخل في تركيب الكرياتين والكرياتينين، طيب اللي هي important of for energy metabolism. طيب removal of ammonia. أمونيا توكسيك، مادة سامة. هذه في الفيش، هذه في البيرز. أهم شيء إنه يوريتوليتيك أو يوريوتيليك هي اللي في الهيومن. أوكي أوكي بايوسينثيسيس أوف يوريا هي قاعد الحين بيتكلم عن التفاعل اللي قلناه في السابق، وهو تقريبا أهم شيء. أول شيء ترانسامينيشن يعني إزالة الـ NH والأمونيا جروب. اثنين أكسيديتيف دي أمينيشن أوف جلوتاميت، طبعا الفكيتو جلوتاريت تصير لها أكسدة مع الـ NH يعطيني الجلوتاميت. بعدين ترانسبورت تو ذا ليفر أو بالأخص تو ذا ميتوكوندريا أوف ذا ليفر. بعدين في السيتوزول. بعدين رياكشن أوف يوريا سايكل اللي هي التفاعلات اللي أدرتها الإنزيمات الخمسة اللي ذكرناها. طيب ترانسامينيشن هي ترانسفيرز ألفا أمينو نيتروجين تو الفا كيتو جلوتاريت فورمينج جلوتاميت. ترانسامينيشن انتو كونفرتس بيرز اوف. اوكي العمليه انه الالفا كيتو جلوتاريت اخذ النيتروجين واعطاني او الامونيا واعطاني الجلوتاميت. هذه خلاص عرفناها مره. طيب all the protein amino acid except اللي تصير الكلام هذا اللايزين الثيريونين برولين والهيدروكسي برولين. ايش معناته؟ مثلا الالانين، تذكرون الالانين كان تركيبه كربونه هنا H هنا NH مثلا هنا CH هنا CH. اذا شلنا منها ال NH خلاص اللي يشيلها الالفا كيتوجلوتاميت يتحول لجلوتاميت. بس في استثناءات، ايه هذول استثناءات. نفس العمليه انه الامينو اسيد يتحول الفا كيتو اسيد، بينما الجلوتاريت لما ياخذ هو ال ان اتش اللي طلعت من التفاعل هذا ويتحول لجلوتاميت، والجلوتاميت يروح الليفر وتصير تفاعل اخر شيء يطلع لليوريا. الالفا كيتو جلوتاريت اكسبتر والجلوتاميت دونر، هو اللي يعطي الليفر ال ان اتش، عشان كذا سميناه دونر. اوكي هذا مثال الألانين، إنه لما نشيل منه الـ NH اللي تأخذ الألفا كيتو جلوتاريت تحول لجلوتاميت، بينما الألانين كنا نقول إنه يتحول لبايروفيت. أوكي oxidative deamination of glutamate transfer of amino acid of amino nitrogen to alpha ketoglutarate forms glutamate.
وشلون يرجع الجلوتاميت الالفا كيتو جلوتيرات، انه تروح ال NH للليفر للميتوكوندريا، والانزيم اللي قلناه اللي هو ال GDH او جلوتاميت دي هيدروجينيز، جلوتاميت دي هيدروجينيز، واللي موجود وين؟ في الليفر، عشان كده صار اسمه هيباتيك. من اللي كانوا يساعدونه؟ الكوانزيمز الناد والناد بي. طيب كله شرح النقطة حقت الناد والناد بي اللي قلناها. طيب ايه هذا مهم، امينو اسيد اوكسيديز وش معناته؟ الجلوتاميت كان الهدف منه ايصال ال NH للليفر. طيب لو ال NH اوريدي موجوده في الليفر، راح نستخدم الانزيمات هذه اللي هي امينو اسيد اوكسيديزز، هذه بتكون موجوده في الليفر وفي الكدني، هي تحول الامينو اسيد مو بالكيتو اسيد، لا تحول الامينو اسيد الى امينو اسيد بالاي. لما الامينو اسيد يكون موجود في الليفر ونسوي له ترانس امينيشن، الانزيمات اللي في الليفر اسمها امينو اسيد اوكسيديزز، تحول الامينو اسيد، الامينو اسيد بعدين الالفا كيتو اسيد، مو مباشره الالفا كيتو اسيد، لا تمر في مرحله الامينو اسيد. طيب بس هذا الفرق. طيب امونيا انتوكسيشن از لايف ثريتنج، قلت لكم ان الامونيا ماده سامه. طيب الامونيا تنتج من خلال الانتريك بكتيريا اللي هي موجوده في الامعاء، اوكي، او انها produced by tissue و rapidly removed from circulation by liver convert to urea. طيب الامونيا ماده سامه بس تبقى في الدم، اي نحتاجها، بس كميتها 10 الى 20 مايكروغرام ميركوري. طيب زياده الليفلز اوف امونيا يسبب لي ليفر، بسبب الليفر فيلير يؤدي الى امونيا انتوكسيكيشن. طيب طيب وش السيمتومز الاعراض؟ رعشه، تلعثم في الكلام، رؤيه مشوشه، غيبوبه، ممكن دث. النقطه هذه بشرحها لكم، وش اللي يشيل الامونيا؟ الالفا كيتوغلوتيريت صح. طيب تخيلوا انه الامونيا صار في الجسم بشكل كبير جدا في الدم، معناته انه الالفا كيتوغلوتيريت اللي بالدم بيكون برضو كبير جدا عشان يشيل الامونيا. الالفا كيتوغلوتيريت جزء من التي سي اي سايكل، فاذا ما صار فيه الفا كيتوغلوتيريت في التي سي اي سايكل التفاعل بيوقف، راح يكون في بلوك في التي سي اي سايكل، يعني ما في طاقه، لانه التي سي اي سايكل تعطيني طاقه، فاذا صار ما في طاقه والالفا كيتوغلوتيريت كلهم برا، الجسم راح يخمل. تخيلوا الكلام هذا صار في البرين، توقف التي سي اي سايكل، صار ما في طاقه في البرين بل زياده في الامونيا، راح يصير امبير فانكشن في التي سي اي الموجوده في النيورونز. طيب وراح يسبب لي مشاكل في البرين. حلو. طيب نقل الامونيا في طريقتين غير الطريقه اللي قلناها. الجلوتاميت زائد ان اتش وش يعطيني؟ كان يعطيني جلوتامين صح، جلوتامين، يعني جلوتامين في كم ان اتش؟ في 2 ان اتش. طيب لو اللي كان يشيل الان اتش مو بالجلوتاميت، كان يشيلها الجلوتامين، اختصر لي وقت صح، شال ثنتين بدل واحده، هذه طريقه. طيب انه جلوتامين. الطريقة الثانية لا، انه بالعضلات، هذه تكون من الالانين يتحول البايروفيت بعدين يرجع الالانين. جلوتامين سينثيسيس هو جلوتاميت هو ال NH، يعطيني جلوتامين. طيب هذه غالبا تكون في CNS. طيب والجلوتامين كيف يرجع الجلوتاميت؟ انه نفصله عن ال NH فيصير جلوتاميت و NH. اوكي وش الانزيم اللي يحول الجلوتاميت لجلوتامين؟ ترى هذا موجود في الدرس الماضي، جلوتاميت سينثيز، جلوتامين سينثيز مو جلوتاميت سينثيز. طيب هنا يقول لك ريليشن شيب بين جلوتاميت وجلوتامين والفا كيتوغلوتاريت، احنا عرفناها خلاص الحين، الفا كيتوغلوتاريت زائد ان اتش يعطيني جلوتاميت، جلوتاميت زائد ان اتش يعطيني جلوتامين. طيب جلوتاميت ممكن يتحول الفا كيتوغلوتاريت زائد ان اتش بالجي دي اتش،
جلوتاميت دي هيدروجينيز. طيب اي جلوتاميت سينثيز اي سينثيتيز يكون لي جلوتامين او الجلوتامين سينثيتيز، هو عباره عن جلوتاميت زائد ان اتش يعطيني جلوتامين، نفس الكلام اللي قلنا قبل شوي. يعني باختصار الفا كيتو جلوتاريت زائد ان اتش امونيا يعطيني جلوتامين، او جلوتاميت زائد ان اتش يعطيني جلوتامين. الانزيم هنا جلوتامين سينثيز. طيب والجلوتاميت عشان يرجع الفا كيتو جلوتاريت جلوتاميت دي هيدروجينيز. طيب الترانسامينيشن نظرة أوسع شوي، جلوتاميت دي هيدروجينيز عرفنا. طيب في سيرين دي أمينيز، السيرين تتحول بايروفيت بإزالة الـ NH بواسطة الـ دي أمينيز. الأمينو أسيد بشكل عام بيتحول كيتو أسيد صح بالأكسيديزز، هذه وين؟ هذه في الليفر. طيب في الليفر، ليفر الجلايسين يتحول الجلايكسيليت، جلايكسيليت اي الجلايسين اكسيديز برضو، حتى هذه اعتقد انها في الليفر. طيب اليوريا سايكل انتاج 1 مول اوف اوف يوريا ريكوايرز 3 مول اوف اي تي بي بلس 1 مول اوف اتش امونيا و اسبرتيت. طيب خمس انزيمات نحتاجها في التفاعل، بعضها تكون في السيتوزول وبعضها تكون في الميتوكوندريا او في ماتريكس اوف الميتوكوندريا. الميتوكوندريا كذا تذكرونها، فيها انر واوتر وماتريكس. طيب اليوريا سايكل تكون في الليفر، بعضها في السيتوبلازم بعضها في الميتوكوندريا، تتفاعل مع تي سي اي سايكل. طبعا الفيوماريت طلع عندي روح تي سي اي سايكل. نحتاج ATP. وش البريكورسر الأدوات اللي نحتاجها عشان نصنعها؟ يعني الأمونيا CO2، هذه CO2 والأسبرتيت. طبعا اليوريا تروح للكدني عشان تطلع يصير لها فلترة. هنا التفاعل برضو أوكي، هنا دخل الـ NH من الجلوتاميت على طول ارتبط في ATP و CO2، جاء تحول إلى كربوميل فوسفيت بال CPS1. دخل أورينثين موجود تفاعل مع الكربوميل فوسفيت أعطاني سيترولين. وش الإنزيم؟ أورينثين ترانس كربوميليز. السيترولين طلع للسيتوزول، موجود أسبرتيت صح؟ جاء الأسبرتيت تفاعل مع السيرتولين، الأسبرتيت تفاعل مع السيرتولين أعطاني أرجينوسكسينيت بالأرجينوسكسينيت سينثيز. هنا واحد اثنين ثلاثة أرجينوسكسينيت سينثيز كون لي الأرجينوسكسينيت، وبالأرجينوسكسينيت لايز أربعة الإنزيم الرابع أعطاني فيوميريت وأعطاني أرجينين. الأرجينين بالأرجينيز أعطاني يوريا وأعطاني أورينثين اللي يرجع هنا. طيب وش السالفة هنا؟ الأسبرتيت هو عبارة عن أوكزالو أسيتيت زائد NH صح؟ يعني إنه جلوتاميت دخل NH على أوكزالو أسيتيت عشان يعطيني أسبرتيت، بس هذه المعلومة. خمس إنزيمات احتجنا، هنا نفس الشيء من جديد، إنزيم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، دخل النيتروجين ارتبط معه على طول CO2 وATP صح؟ طيب بال CPS1 أعطاني كربوميل فوسفيت، كربوميل فوسفيت دخل عليه الأورينثين أعطاني السيترولين. وش الإنزيم؟ أورينثين ترانس كربوميليز. أورينثين طلع للسيتوزول، في أسبرتيت تفاعل معه أعطاني أرجينوسكسينيت بالأرجينوسكسينيت سينثيز. أرجينوسكسينيت بالأرجينوسكسينيت لايز أو سكسينيز أعطاني فيوميريت وأرجينين. خلاص الفيوميريت يروح تي سي سايكل، أرجينين يكمل بالأرجينيز يعطيني يوريا ويعطيني أورينثين. طيب هنا في NH و CO2 صح؟ استخدمنا، وأصلا الأسبرتيت شوفوا بتركيبه في NH، معناته اليوريا فيها 2 NH
و1 CO2. NH اللي بالبداية جابها الجلوتاميت، و NH من الأسبرتيت نفسه، وال CO2 موجودة في البداية مشتبكة مع ال NH. طيب هذا يقولك علاقتها في ال TCI cycle. طيب هايبر أمونيميا، إيميا في الدم، أمونيا هايبر زيادة، يعني زيادة الأمونيا في الدم. طيب المعدل النورمال هو من 5 لـ50. إذا صار في مشاكل في الليفر أو مشاكل جينية تؤثر في اليوريا سايكل، راح يزيد الأمين الموجود في البلد إلى تقريبا أكثر من 1000، وراح يسبب لي الهايبرانيميا. طيب والهايبرانيميا هايبر أمونيميا يعني هي عبارة عن زيادة الـ NH في الدم، يعني هي توكسيك وتأثر على الدماغ. طيب أنواعها acquired one اللي يجي جاء مرض للليفر وأنا كبير فسبب لي هايبر أمونيميا، أو وراثي. طيب الوراثي يعني من بداية من وأنا صغير يكون في نقص في أحد الإنزيمات الخمسة. طيب نتكلم عن الوراثي. الإنزيم الثاني اللي هو OTS أورينثين ترانسكربوميليز، نقصه راح يسبب لي هايبر أمونيميا، ونقصه هو يعتبر إكس لينكت، هو the most common disorder، بينما الانزيمات الباقية autosomal recessive bad. طيب ال OTS X-linked. هذا النقص في أحد الانزيمات الخمسة يسبب لي mental retardation اللي هو مشاكل في الدماغ. طب كيف نعالج الشيء هذا؟ نقلل عدد البروتين اللي ياكله، ونعطيه أشياء تنتج نيتروجين كونتيننج مولكيولز بس انها تطلع مع اليورين، يعني كأن اشباه الامينو اسيدز لكن تطلع مع اليورين. مثال عليها هذا، طيب كأنها سامري اللي قلناه انه اليوريا سايكل تكون بعضها في السيتوبلازم وبعضها في الميتوكوندريا، تحدث في الليفر 1 CO2 في اليوريا و2 NH، صح؟ طيب هذا السمري، وهنا في questions. يعطيكم العافية، شكرا منصور الرشيد وسلطان الدرع انهم نسقوا المحاضرة هذه، والله يوفقنا وياكم.